عليكم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا سهيله رشوان، سنه خمسه. ان شاء الله هنشرح النهارده الريجنال انستيجا. هو موضوع لذيذ قوي، اكتر مواضيع الانترستنج جدا يعني في فهمها. ولكن هو في يعني مين بوينتس كده هنحتاج نفهمها، او فيلرز رئيسيه هنحتاج نفهمها، وبعد كده باقي الحاجات هتبقى بسيطة جدا ان شاء الله، ويعني تكملة حاجات او filling spaces يعني. تمام. طيب، اول حاجة هنبدأ بيها هو ان احنا نفهم ايه regional anesthesia دي اصلا. فهي الانستيزيا عموما عبارة عن يا اما regional يا اما general. الجنرال anesthesia دي اللي هي زي ال IV والانهاليشنال. تمام. دي اللي هو البيشنت بيكون نايم فيها، بيبقى unconscious وبيبقى فيه CNS depression، وببقى انا يعني اما مديله حاجة في الاي في اما واخدها inhalational، فالتأثير على السنترال نيرفس سيستم كله، البرين والسبانال كورد. ولكن الريجنال انستيزيا دي اللي هي بتنقسم لنيوريأكسيال وبريفرال نيرف بلوك، دي بتبقى عبارة عن ايه؟ ان انا بختار حتة معينة سواء من جزء من السبانال كورد بالاعصاب اللي طالعة منه، يا اما جزء بندل مثلا من اعصاب طالعه من السبانال كورد وبعمل لها بلوك. ده اللي هو الريجنال، يعني ريجن. تمام. جزء او منطقه معينه هي اللي بعمل لها بلوك، يا اما عن طريق ان انا بختار جزء من السبانال كورد اللي هو بعمل له بلوك، يعني ده اللي هو النيور اكسيال بلوك. دول اللي هم بينقسموا لحاجتين، سبينال والابيدورال، حسب انا بدخل النيدل فين بالظبط، قبل الديوره ولا بخرم الديوره. في السباينال بنخرم الديورة، في الابيديورال بنحط المخدر قبل الديورة. تمام. ده بالنسبة للريجنال، علشان انا ببقى عايزة اعمل بلوك لمنطقة معينة من السباينال كورد، وطبعا بالتبعية السباينال نيرفز اللي طالعة منها كل من السباينال كورد كلها، اللي هي السنسوري والموتور والاوتونوميك. تمام. الحاجة التانية اللي هي من الريجنال، احنا قلنا يا اما نيوراكسيال اللي هو السباينال والابيديورال، يا اما بريفرال نيرف بلوك. البريفرال نيرف بلوك او اللي هو الليمب بلوك، ده ان انا بختار زي مثلا بلكسس معينة او بندل معينة من نيرفز بعمل بلوك، يعني بحط انستك حواليها، زي مثلا البريكيال فلكسس. مثلا لما اجي انجكت انستك حوالين البريكيال فلكسس، انا كده بعمل نيرف بلوك او ليمب بلوك للابر ليمب كله، لو عايز اعمل مثلا عمليه بسيطه مش مستاهله ان انا مثلا اعمل عليها جنرال انستيزيا، او البيشنت الجنرال كونديشن ما تسمح لهوش ان انا اديله جنرال انستيزيا، يبقى انا ايه هختار ان انا اعمل له اللي هو الليمب بلوك ده حوالين البريكيال بلاكسس عشان اعرف اعمل العمليه بتاعتي. تمام. يبقى تاني، في كلمات كتيره قوي كانت وانا بقرا الموضوع اول مره يعني مش واضحه في دماغي، فيج كده خالص يعني. طب مين السباينال، مين الابيديورال، طب الريجنال دي تشمل ايه، طب مين اللوكال، يعني كذا كلمه كده في جراي اريا كده مش مفهومه بالنسبه لي كانت يعني. فالريجنال دي ده ترم كبير يشمل السباينال يشمل النيورو اكسيال والبريفرال نيرف بلوك، يعني ريجن، يعني انا في ريجن معينه هي اللي بخدرها، مش السنترال نيرفس سيستم كله اللي هو بالبرين، البرين والسبان كورد. اللي بياخد السنترال نيرفس سيستم كله ده اللي هو جنرال انستيزيا اللي هي اي في انهاليشن. لكن ان انا اختار جزء معين بس من السبان كورد بالاعصاب اللي طالعه منه واعمل لها بلوك، ده اللي هو ايه الريجنال. والريجنال ده بينقسم ليا اما نيور اكسيال، يعني نيو اكسيال يعني السبانال كورد داخل معايا، يبقى انا بشتغل على المستوى السبانال كورد بعمل بلوك لجزء من السبانال كورد وبالتبعيه النيرفز اللي طالعه منه، ده اللي هو بينقسم ليا اما سبانال يا اما ديورال حسب انا بحط النيدل بتاعتي فين. لو خرمت الديوره يبقى انا كده سبانال، ما خرمتش الديوره يبقى انا كده ابيديورال. ده بالنسبه للي هو ايه نيور اكسيال. الجزء الثاني او اللي هو الشق الثاني من الريجنال اللي هو البريفرال نيرف بلوك، ده انا اصلا شغاله بره السنترال نيرف سيستم كله، مختاره بريفرال نيرف او بريفرال نيرف بلاكسس او كده، بعمل لها بلوك. تمام. طب مين هو اللوكال انستيك؟ لا، اللوكال انستيك ده مجرد فارماكولوجيكال تيرم، يعني لما بقول لوكال انستيك بيبقى قصدي او لوكال انستيزيا، انا ببقى قصدي الدواء اللي هو الاستر والامايد والبيبوفوكين واللي هي الليدوكين والقصه دي. يبقى انا في الريجنال انستيزيا بستخدم لوكال انستيك. تمام. مهم قوي ان احنا فاهمين الفكره دي وفاهمين التيرمز دول وواضحين خالص دماغنا وايه الفرق بالظبط بين كل واحد والتاني. يبقى انا في الجنرال البيشنت انكونشس، السي ان اس كله متاثر معايا. الجنرال يشمل ايه؟ الاي في والانهاليشن. طيب الريجنال ده ايه؟
الريجنال ده ان انا بختار ريجن معينه، بختار جزء معين عايز اعمل له انستيجيا، تمام؟ يا اما الجزء ده يعني بعمل له بلوك من خلال جزء من الجزء من السبينال كورد والاعصاب اللي طالعه منه، ده اللي هو اسمه النيور اكسيل، اللي هو يا اما ابيديورال وسبينال حسب خرمنا الديوره ولا لا، يا اما البريفيرال نير بلوك، ده اللي هو ان انا بقفل بقفل يعني بلاكسس اوف فينز او عفوا نيرف بره بره السبينال كورد، تمام؟ ده اللي هو بيبقى اسمه ايه، لمب بلوك او بريفيرال نيرف بلوك، تمام؟ اللوكال انستيك ده ايه، ده فارماكولوجيكال تيرم. خلاص، مهم قوي ان احنا بقى فاهمين القصه دي. هي هنا كاتبه انه لا ما بيبقاش فيه اي سي ان اس ديبرشن والبيشنت بيبقى كونشس. مهم ان احنا فاهمين الفكره دي، وانه مفيش نيد فور ماسل ريلاكسنت. الماسل ريلاكسنت بحتاجها مع الجنرال انستيجيا، لان الجنرال انستيجيا بتعمل لي ايه، بتعمل لي سي ان اس ديبرشن، بتعمل لي ديبرشن للسنترز كلها، ديبرشن للريسبيتوري سنترز. فبالتالي ببقى محتاجه ان انا اتيب العيان، محتاجه احطه على فنت، محتاجه اعمل له، بالتالي قبل ما اتيبه لازم ايه، لازم اعمل له ماسل ريلاكسيشن. لان لو ما عملتلوش ماسل ريلاكسيشن وحاولت اتيبه، لو كان هو مثلا difficult intubation او لو انا مش عارفه اتيبه، يعني مثلا هخاف ان انا افضل اعمل لارنجال الروتيشن فاعمل لارنجال اديما وما اعرفش اتيبه. فبالتالي في الجنرال انستيجيا دايما بندي ماسل، بنحب ندي ماسل ريلاكسنت عشان نسهل على نفسنا فكره ايه، الانتيوبيشن، تمام؟ ولكن في ريجنال نو نيد فور ماسل ريلاكسنت. هدي ماسل ريلاكسنت ليه اصلا؟ طب انا كده كده اساسا لما بعمل بالنسبه يعني للنيور اكسيل بلوك، لما بعمل سباينال او ابيديورال، فانا كده كده مخدره جزء من السباينال كورد، جزء من النيرفز اللي طالعه من السباينال كورد داخله معايا في البلوك، شامله السنسوري والموتور والاوتونوميك، فانا مش محتاجه ماسل ريلاكسنت خالص، يعني مش محتاجه في حاجه. يبقى انا ريد الانستيك تكنيكس كاتيجورايزد اس فولو، ابيديورال وسبينال دول اللي هم نيو اكسيل، عشان احنا شغالين في يعني حوالين اللي هو السبينال كورد، بريفيرال نيرف بلوك او اي في ريجنال انستيجيا. اي في ريجنال انستيجيا دي ما حدش بيستخدمها قوي، هي يعني عباره عن ايه، عباره عن ان هو بينجكت اللوكال انستيك اي في، ولكن بيبقوا حاطين زي تورنيكي مثلا بعيد يعني بروكسيمال عن السايت اوف اي في انجكشن. يعني مثلا احط التورنيكي عند الاكزيلا وادي الاي في لوكال انستيك على اللي هو في البريكل فين مثلا اي في، واستنى ان اللوكال انستيك ينتقل للنيرفز بالديفيوجن. فدي يعني سخيفه، لان اصلا التورنيكي مش الطف حاجه، يعني ما بيحبوش يعملوها قوي، فمحدش قوي بيستخدم فكره الاي في ريجنال انستيجيا، يعني ممكن تدخلني في كومبليكيشنز انا في غنى عنها. يعني زي ما قلنا اللوكال انستيك ده هو فارماكولوجيكال تيرم، وانا في ريجنال انستيجيا انستيجيا بانجكت لوكال انستيك، تمام؟ مهم قوي نعرف الاناتومي بتاع السباينال كورد، يعني الحته دي بيجي فيها اسئله كتير وبيحبوها، ومهم قوي لفهم الموضوع، يعني كروشل يعني فهم الموضوع وفهم الفكره بتاعت كل حاجه، تمام؟ احنا عندنا كام فيرتبرا؟ عندنا 33. كام سباينال نيرف؟ 31 بير، يعني كل فيرتبرا بيطلع من حواليها يعني واحد بير، يعني اثنين على كل ناحيه يعني، تمام؟ في نموذج كده زاك فروم نينجا نيرد بيقولها ان هو عشان نحفظ كم واحد كم سباينال نيرف، يعني فهو بيقول هما 31 بير، 8 سيرفايكال، 12 تراسك، 5 لمبر، 5 ساكرال، واحدة كوكسجيال. فهو بيقول لي هاف بريكفاست ات 8، لانش ات 12، دينر ات 5، وبعدين يو هاف تقريبا 5 جلاسز اوف ووتر، وبعدين 1 بيج ديزرت. فيعني 8 بنفطر، 12 بنتغدى، 5 بنتعشى، وبعد العشاء بنشرب 5 كوبايات ميه كبار، عشان احنا تعشينا الساعه 5، فنشرب الساعه 5 نشرب قصدي 5 كوبايات ميه، وبعدين ناخد ديزرت كبيره على اخر اليوم، تمام؟ ده بالنسبه للسبينال نيرفز. بالنسبه للفيرتبري بنعدل عليها شويه، بنقول ان هو ايه 7، بنفطر 7، وبعد كده 12 5 5 زي ما هم، وبعدين في الاكسجين بيبقى 4، تمام؟ فنحفظوا السبينال نيرف، وبعد كده ايه اعملوا التعديل اللي هو البسيط ده عليها، تمام؟
ده بالنسبه للاناتومي بتاع السبنكور. بعد كده عندنا فكره مهمه برضو لازم نبقى اوير بيها، فكره المنجيز عموما. اعتقد احنا عارفين ان هو في 3 منجيز، الديورا والاركنويد والبايا، الديورا ماتر والاركنويد والبايا ماتر. تمام، ايه فكرتهم؟ ان هي الديورا دي بتبقى بره، بتبقى لازقه في لازقه مع اللي هي الليجمنت اللي هو اللي هنعرفه دلوقتي اللي هو الليجامنتوم فليفم، يعني اعتبروها لازقه مع البريوستيوم بتاع الفرتبري اكتر، يعني هي المننجيز اللي من بره خالص. وبعد كده في بعدها الاركنويدز، وبعدين البايا دي بتبقى لازقه على السباينال كورد على طول. بين يبقى انا دلوقتي الابيديورال، اللي احنا قلنا الابيديورال ده ما بنخرمش الديورا، ابسط فكره يعني نبقى واخدينها كده دلوقتي قبل ما نخش في التفاصيل. الابيديورال احنا بره الديورا، السباينال احنا خرمنا الديورا. تمام، يبقى انا لما حدي ابيديورال يبقى انا هيبقى في دماغي ان انا ما اخرمش الديورا، والسباينال ان انا هخرم الديورا وادخل في السبيس اللي ما بين الديورا والاركنويد. تمام، اوكي. طيب فين بالظبط احنا احقن الاناستاتيك بتاعي؟ فين بالظبط اذن سباينال كورد يعني ليفل وايز؟ فهو هنا بيقول لك ايه، انه كروشال برضو ان احنا عشان نفهم فكره احقن فين دي، ان انا اكون عارف ان انا عندي السباينال كورد بينتهي عند الواحد في الادلتس، وبعدين اهو زي ما احنا شايفين البتاعه دي اللي هي الكونس ميدلاريس دي اللي هي اخر جزء من السباينال كورد اللي هو بيبقى عامل شكل كون، دي اخر جزء من السباينال كورد. تمام، بينتهي بقى يعني السباينال كورد عند ايه؟ عند ليفل اللي هو L1 في الادلتس و L3 في الشيلدرن. L1 في ناس تقول L2 يعني بيرسونال variation بين شخص والتاني، او L3 في الشيلدرن. فهي الفكره في ايه؟ الفكره ان السباينال كورد يعني احنا زي ما قلنا انه في ديوره حوالين السباينال كورد، فالديوره مغطيه حوالين السباينال كورد. السباينال كورد نفسه ك جراي ماتر ووايت ماتر اللي هو الشكل ده، يعني من اللي هو السباينال كورد نفسه، يعني اللي هو اللي فيه السيل بوديز بقى والحته دي، المنظر ده من السباينال كورد. ما بتكلمش على السباينال نيرف، لان انا كان عندي مشكله مش عارفه دي حاجه غبيه كانت عندي انا ولا ايه، بس ان انا كنت مش فاهمه لما بيقولوا السباينال كورد اند ات L1، يعني ما كانتش قوي بتبقى ابسط حاجه في اني يعني استوعبها سذاجه مني او ايه ما اعرفش، بس ان انا ما كانش بيجي في دماغي ان هو ان احنا قصدنا حرفيا اللي هو المنظر ده، يعني اللي هو اللي فيه السيل بوديز ده بينتهي عند الواحد L2. ولكن مكمل معانا بعد كده السباينال نيرفز اللي هنا، لان انا اخري L1 و L2، بس انا عندي سباينال نيرفز عادي طالعه ما اعرفش كام، واحد ساكرال وخمسه ساكرال وواحد كوكسجيال، انا نسيت النمونيك. تعالوا نرجع تاني، احنا قلنا 7 8 سيرفايكل، 12 ثراسك، 5 لمبر، 5 ساكرال، 1 اوكسجيال. ولكن السباينال كورد عندي بينتهي عند كام؟ عند الواحد. طب وبعدين؟ لا، السباينال نيرف دي هتفضل تنزل عادي، هتنزل كده، هتنزل السباينال نيرف بعد ما بيند السباينال كورد في الديورال ساك عادي خالص. ماشي، لحد فين؟ الديورال ساك بتنتهي عند الميدواي في السكرال كانت، يعني عند S2 كده. تمام، يبقى انا عندي جزء هو ده اللي ايه اللي بيبقى اكتر مكان امن في اني ما اعملش انجري للسبانال كورد، لان انا مثلا انا احنا زي ما قلنا اتفقنا انه الابيديورال ما بنخرمش الديورا، يعني ملناش دعوه خالص بالسبانال كورد. السباينال بنخرم فيها الديورا، فالريسك اوف انجري للسباينال كورد بيبقى كبير جدا، فانا ما بخرمش، ما ببقاش عايز ادخل في الجزء اللي هو اللي فوق ده، يعني فوق الواحد استحاله اقدر، يعني اقدر ان انا ادخل ابره بعد الديورا فيه. تمام، ف بالنسبه لي فكره يعني الكلينيكال كورليشن بتاعت فكره ان السباينال كورد بيند ات L1 ان انا ما فيش اي ابره اقدر ادخلها في ظهر العيان فوق L1، خلاص لازم كل شغلي يبقى ايه تحت L2. هو في ناس بتقول ان الابيديورال عادي اقدر استخدمه في ان انا اعمل بلوك ثوراسيك او في اي حته فوق يعني، ولكن يعني ملناش دعوه احنا على مستوانا احنا ان انا ما ينفعش ادخل اي ابره في ظهر عيان تحت L1. تمام، فبالنسبة لي اهم حاجة ان انا ايه اكيد the needle between L3 and 5. في كده نيمونيك بيقولها medicosis perfectionalis بيقول to keep the spinal cord alive keep the needle between L3 and L5.
لان هو ده المكان اللي هو الاكتر مكان سيف، يبقى انا لازم الابرة بتاعتي تبقى ما بين الثلاثة الى اربعة، الاربعة الى خمسة. تمام، ده المكان اللي هو اللي فيه السباينال نيرفز نازله فيه، هقدر اعمل فيه سيجنيفيكانت بلوك لو عملت سباينال او لو عملت ابيديورال، من غير ما اعمل ما غير ما يبقى فيه ريسك اوف انجري طبعا للسباينال كورد، لان هو خلص اوريدي فوق ما فيش سباينال كورد تحت الحته دي. تمام، ايه هي الفايلم تيرمينال؟ هي دي حاجه مش مهمه قوي يعني بالنسبه لنا، ما لهاش قوي فايده، ولكن يعني ايه عشان نبقى فاهمين الصوره كامله، فهي بتبقى زي جزء فايبر كده من البرايماتر نازل كده جوه الديورال ساك، وزي انه خارم الديورال ساك كده ولازقها في الجزء اللي هو ده من الباقي يعني بتاع السباينال كورد، لان زي ما قلنا هي الديورال ساك بتنتهي عند اس 2. طب والباقي هتفضل ايه قاعده تلق كده يعني؟ لا، لازم تبقى متثبته من تحت، فاللي بيثبتها من تحت هو الايه الفايلم تيرمينال. ملهاش قوي كلينيكال سيجنيفيكانس از فار از اي نو يعني، بس اهو عشان يبقى قلنا ايه كل حاجه والصوره تبقى وضحت في دماغنا. تمام، اوكي، تعالوا كده نشوف هنا ايه الكلام المكتوب. هيمون سبينال كورد لايز ويذن ذا سبينال كانال سراوندد باي مينينجز الديورا والاركنويد والبايا. تمام، واند باي هورس تيل، هي كلمه كود اكوينا معناها ان لاتن هورس تيل، يعني معناها بالانجلش هي ان لاتن معناها بالانجلش هورس تيل. السبينال كورد ريسيفز بلاد سبلاي من الانتيريور والبوستيريور سبينال ارتريز واكستندز تو ال1 في الادلتس وال3 في الشيلدرن، والديورال ساك بتاند عند اس2. النيرف روتس اللي هي كود اكوينا من ال2 لاس2، يعني السبيس اللي هي من بين ال2 لحد للاند اوف الديورال ساك اللي هي لحد اس2 دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها النيرف روتس. تمام، اللي هي الكود اكوينا، وهو ده ايه الجول بتاعي في النيور اكسل بلوك، وخاصه يعني السباينال. نيدل انسرتد بلو ال1، مش المفروض ان هي تلاقي قدامها كورد، فسيف خالص بالنسبه لي. ما بين ال3 الى 4 ال4 ال5 هي الانتر سبيس الكومن يوزد النيمونيك بتاعه ميديكوزس كيب السباينال كورد الايف كيب النيدل بتوين ال3 اند 5. طيب سؤال تاني بيحبوا يسالوه خالص، ان هو بتاع ايه الستراكشر سبيس وانا بدي وانا بحط النيدل بتاعتي. فاول حاجه زي ما انتوا عارفين ده يعني ده ظهر العيان كده، ده البوستيريور اسبيكت. تمام، فانا اول حاجه بقابلها بين مثلا ما تخمش باين هنا، بس يعني المفترض مثلا دي ال4 ودي ال5، فانا عايزه ادي هنا. تمام، ان تعالوا كده نفترض ان ده كده ظهر العيان زي ما احنا عارفين. تمام، اول حاجه بقابلها تمام هو باين كده في الصوره دي برضو، انا سرقاها من ميديكوزس بيرفكشناليس عندي هارت. المهم ان انا ده كده ظهر العيان، بدخل في السكن سبكوتينيس وبعدين سوبر سباينس ليجمنت وبعدين الانتر سباينس ليجمنت، نعرف اسمائهم وبعد كده هنروح نبص عليهم في الشكل اللي هي الصوره الاناتوميكلي كوركت اللي فوق. يبقى سكن سبكوتينيس سوبر سباينس، بيجي سؤال اللي هو بتاع اي اول ستراكشر بيرست اللي هو سوبر سباينس عفوا ايه اول ليجمنت بيرست سوبر سباينس ليجمنت وبعدين الانتر سباينس ليجمنت وبعدين ليجمنتم فلابوم، وبعد كده دخلت الابيديورال ايه الابيديورال سبيس اللي هي من فوق دي اللي بدي فيها لو انا بدي ابيديورال، لان هي اسمها ابيديورال سبيس اكيد هدي فيها لو انا بدي ابيديورال فوق الديورا ما جيتش جنب الديورا. تمام، لا هكمل واخرم الديورا وادخل جوه في السب ديورال سبيس، يبقى انا كده بدي ايه سباينال انستيزيا، دي الحته اللي هي ايه اللي ببقى انا كده دخلت وحواليا خلاص السي اس اف وخلاص. تمام، يبقى تاني انا علشان اقدر استوعب كويس قوي انا هدي هدخل النيدل بتاعتي فين، لازم ابقى عارف زي ما قلنا عارف الاناتومي كويس خالص. فنرجع تاني للصوره دي، ادي اول حاجه اللي هي السوبر سباينس ليجمنت، اول حاجه خالص اللي هي بعد طبعا السكن والسبكوتينيوس تيشو السوبرا سباينس ليجمنت. تمام، اللي هو ده كده، فانا لما حدي النيدل بتاعتي كده هو اول ليجمنت انا هقابله، بعد كده الانتر سباينس ليجمنت اللي هو ده، فانا هدخل فيه كده. تمام، وبعدين فيه هلاقي اللي هو ليجمنتم فلوفم فبعدي. طيب بعد الليجامنتم فلوبوم هلاقي ايه؟ بعد الليجامنتم فلوبوم انا خلاص في بعد الليجامنتم فلوبوم انا كده فين؟ في الحته اللي فوق الديورا على طول، فانا المفروض اقف هنا
لو انا هدي ابيديورال المفروض اكمل لحد ما الاقي الريزيستنس بتاعت الديوره دي قدامي واخرمها. وبيعملوا كده حاجه ان هو زي بيسحبوا كده بالسرنجه فبيلاقوا سي اس اف بيطلع عليهم، فمن هنا بيعرفوا ان هم كده خلاص احنا كده ايه خرمنا الديوره ودخلنا في السب ديورال ايه سبيس. تمام، اللي بيطلع لي منها سي اس اف عادي لو سحبت بالسرنج. ماشي، يبقى تاني الاستراكشر سبيرز عشان دي مهمه جدا وبيحبوها. يبقى قلنا السكن سكن سبكوتينيوس تيشو، وبعدين اول ليجامنت سوبر سباينس ليجامنت، وبعدين انتر سباينس ليجامنت، وبعدين ليجامنتم فلوبوم، وبعدين الليجمنت فلوبوم هو المفروض اخر حاجه اخرمها لو انا داخل ابيديورال. ولكن لو انا هكمل ودي سباينال المفروض بكمل واخرم الديوره، وبعرف منين انا خرمت الديوره؟ واحد، ان انا بحس بريزيستنس كده زي يعني كده بحس ان انا دايس على حاجه وبعد كده ريليز يعني، يبقى انا كده دخلت جوه الديوره. طب بتاكد ازاي؟ بسحب، انا مدخل بالنيدل تمام، بروح اسحب كده شويه ويطلع لي كده سائل كده يعني يعني اللي هو السي اس اس يعني انه بيبقى ساقع كده وليه كاركترستكس معينه، فكده بعرف ان انا خلاص دخلت جوه خرمت الديوره ودخلت جوه السب ديورال سبيس، وابتدي بقى احقن واخلص كده السباينال بتاعي. تمام اوكي. تاني باكد عليكم ان دي مهمه وبيحبوا يسالوا فيها جدا يعني. تاني سكن سبكوتينيس سوبر سباينس ليجمنت انتر سباينس ليجمنت ليجمنتم فلوبوم، وبعدين كده ايه هقف بقى، انا هقف بعد الليجامنتم فلوبوم والحته اللي هي الفات دي لو انا هدي ابيديورال، هقف هنا ده اخري. تمام، لا هخرمها وادخل جوه، هخرم الديوره وادخل جوه واحقن حوالين السي اس اف وحوالين الكودا اكوينا، يبقى انا كده بدي سباينال خلاص حوالين ايه الكودا اكوينا اللي هي هنا، يبقى انا كده بدي سباينال. يعني الصوره دي السباينال انا سيزيا مش ابيديورال خلاص. ماشي. ايه بقى في كده زي نقاط كده نبدا بقى نحطها حوالين الفكره الاساسيه اللي احنا قلناها دي. فكره ان انا في السباينال انستيزيا انا داخل على سي اس اف، داخل على ميه، فمش محتاج اعمل سبيس بقى لنفسي وكده زي الابيديورال. زي ما قلنا الابيديورال هو بيبقى بحقنه وبحقن لوكال انستيتك قبل الديوره، يعني ما بين الديوره وما بين الليجامنتوم فليبم او اللي هو يعني الفات اللي قبل الديوره ده. فانا على ما ادي بقى اللوكال انستيتك ويبتدي زي ما احنا شايفين في الصوره، الصوره دي معبره قوي، يبتدي بقى كده يعمل كده سبيس لنفسه كده بين الديوره وبين الحاجات اللي حواليها، فبالتالي انا لازم ادي دوز عاليه ولازم ادي يكون يعني الدوز نفسها الفوليوم بتاعها يعني يبقى عالي، على اساس ان هي على ما بقى تدخل والديفيوز كده وتدخل تاثر على النيرف وتعمل لي النيرف بلوك اللي انا محتاجاه، هحتاج دوز كبيره. تمام، وهتطول في الوقت على ما تعمل الافكت ده، عكس السباينال تماما. في السباينال انت خلاص انت داخل حوالين السي اس اف، انت داخل حوالين الكودا اكوينا، خلاص انت يعني ايه هتشتغل في منت ده اولا، ثانيا ان انت داخل حوالين الميه مش محتاج تعمل لنفسك سبيس، ولكن محتاج ايه؟ محتاج ان انا ما عليش الليفل بتاع السباينال بلوك، بمعنى ان انا مش عايز اللوكال انستيك اللي انا بديه يطلع لفوق. طب يعني ايه يطلع لفوق بالراحه كده؟ عشان الحته دي كروشال ومهمه جدا. انا داخل خلاص في حته فيها سي اس اف، والسي اس اف ده احنا عارفين ان هو كونتينوس لحد حوالين البرين وحوالين البرين ستيم. فلو انا دخلت وديت بقى كده مثلا دوز عاليه في السباينال، فبالتالي اللوكال اناستيك ده هيطلع لفوق، هيوصل لحد البرين ستيم وهيعمل لي برين ستيم ديبريشن ويعمل لي سنترال نيرف سيستم ديبريشن، وانا مش عايز ده. تمام، بالتالي البيشنت ممكن يدخل مني في توتال سباينال او هاي سباينال، اللي هي واحده من اخطر الكومبليكيشنز بتاعه السباينال انسيزيا اللي هنتكلم عليها تفصيلا بعدين، لانها فيتال يعني. تمام، فبالتالي انا محتاج ايه بالنسبه بقى للسباينال البريكوشنز بتاعتي والحاجات اللي هي مهمه جدا بالنسبه للسباينال، ان انا السبيسيفيك جرافيتي او تقل اللوكال انستيك اللي انا بديه تكون هايبربريك، يكون ثقيل. تمام، يعني ما تركزوش قوي في فكره هايبربريك وسبيسيفيك جرافيتي، والناس ما بتحبش الفيزياء والكيمياء وكده، الفكره ان هو يكون تقيل ويهبط لتحت اللوكال انستيك اللي انا بديه. يعني انا لان انا داخل وسط ميه وسط سي اس اف، فانا مش يعني مش عايزه يكون هايبوبريك
ويطفو فوق هو ال تي اس اف ويطلع لفوق ويوصل يعمل لي هاي سباينال او توتال سباينال. انا مش عايزه ده، انا عايزاه يهبط لتحت وينزل ويعمل لي بلوك على مستوى اللي هو من L1 لحد تحت، اللي هو يعني من السره لحد تحت في الهيومن بودي يعني. تمام، يبقى انا محتاجه يكون اللوكال انستيك ده ايه، هاي بولبرك، عشان يبقى ليه سبيسيفيك جرافيتي عاليه وينزل لتحت. سبيسيفيك جرافيتي اعلى من السي اس اف اللي هو الميه اللي هو داخل حواليها يعني. تمام، بعمل كده ازاي؟ قال لك ان انا بحط بعمل ميكسنج مع اللوكال انستيك ده مع 10% ديكستروز، وبالتالي ايه السبريد بتاع اللوكال انستيك ده بيبقى بيزيد للديبندنت ارياز اوف السب اركنويد ستيت، بمعنى ان هو بيهبط لتحت يعني. تمام، ولكن الابيديورال بيقول ان مش مهم قوي فيها الباريسيتي بتاعه اللوكال انستيك اللي انا بحقنه، مش مهم قوي يكون هايبوباريك او ايزوباريك. يعني بعض الاوراق بتقول ان هو بيبقى هايبوباريك وساعات تقول ايزوباريك، فبالتالي مش مهم قوي بالنسبه لي. طب ليه طيب الفرق بينهم ده ليه يعني كده؟ لان انا في السباينال داخل وسط ميه، داخل وسط سي اس اف، فبالتالي الباريسيتي بتاعتي مهمه. ولكن انا هنا انا داخل ما بين يعني عادي، ما فيش حاجه بعوم فيها، فلو طفيت عليها بسرعه مثلا او طلعت فوقيها بسرعه هعمل هو توتال او هاي سباينال. لا، ده انا اصلا اب ديور، انا في السليم، انا في الامان يعني. تمام، ده الكلام اللي هو اللي موجود في الابيديورال الابيديورال انستيزيا، ان اللوكال اسيد ديبوزيتد في الابيديورال سبيس اللي هي هنا قبل اصلا مخرم الديوره. دي الابيديور سبيس، ودي هو الكودا اكوين الكونس دولاريس، ودي الكودا اكوين. انا ما دخلتش جوه خالص، ادي هي السباينال هي اللي داخله جوه، ولكن الابيديور اللي هي الكاثيتر في الابيديورال سبيس. تمام، ايه هي الابيديورال سبيس دي؟ بيقول لك اصلا بوتنشال سبيس بين الليجامنتوم فيفم والديورا. يعني ايه بوتنشال سبيس؟ يعني سبيس اصلا متطبقه ما تتفردش عن بعضها، يعني الليجامنتوم فيفم والديورا ما بيتفصوش عن بعض غير لو في حاجه دخلت وسطيهم. وبالتالي الصوره، نرجع تاني للصوره اللي هي معبره جدا اللي كانت من تحت دي لللوكال اناستيك، وهو بيعمل طريقه كده بين الليجامنتوم فيفم والسوفت تيشو اللي حوالين الديورا والديورا نفسها. تمام، وبالتالي مش بتفرق قوي معايا الباريسيتي بتاعته لانه مفيش حاجه هو بيعوم فيها يعني. ماشي، يبقى بعمل ديبوزيشن في الابيديورال سبيس اللي هي البوتنشال سبيس ثرو ابيديورال كاثيتر. حاجه تانية مهمه، انه السباينال اناستيك هو يعني انا يا دوب بديه كده، بدخل نيدل وبديه وخلاص، وبسحب نيدل وخلاص. ولكن الابيديورال فكره ان انا هخليه بقسطره موجوده، يعني فكره ان انا ادخل دوز مثلا وخلاص، اشيل السرنجه بس القسطره تفضل موجوده. مثلا لو العمليه طولت او حاجه، لا ادخل دوز ثانيه، ما هي القسطره لسه قاعده. ولكن السباينال في الغالب بتكون ابره وبيشيلوها وخلاص، فبالتالي السباينال لازم تكون العمليه وقتها قصير. يعني الابيديورال هو اللي بيبقى اكتر مع العمليات الطويله. يعني هو في كذا حاجه اقراها دلوقتي تقول ان هو السباينال في ناس بتجرب ان هو تخليه بكاثيتر، بس يعني ما بتتعملش قوي دلوقتي لان هو بيبقوا خايفين يعني من الكومبليكيشنز بتاعه السباينال اللي هنقولها في الاخر، فبالتالي بيفضلوا ان هو يبقى سنجل انجكشن، ولكن الابيديورال هو اللي بيبقى بكاثيتر لانه سيفر يعني. تمام، اوكي، يبقى احنا دلوقتي قلنا ان solutions injected here spread in all directions عشان دي potential space، فبالتالي لا هنبدأ نطلع كده of the potential space وال specific gravity of solution does not affect spread، لان زي ما قلنا علشان ال specific gravity تأفكت ال spread بتاع local anesthetic لازم اكون بقارن ال specific gravity دي بمحلول تاني او بحاجة تانية هو دايب فيها. يعني ما ينفعش اقول لا ده ال specific gravity بتاعته لازم تبقى عالية. طب ايوه يعني اعلى من مين؟ ما هو انا لازم ابقى يعني انا مثلا بالنسبه للسباينر انا مش عايزه يطلع لفوق عشان ما يعمليش توتال سباينر، فبالتالي انا عايزه يكون السبيسيفيك جرافيتي بتاعته مقارنه بالسي اس اف تكون عاليه عشان يهبط وما يطلعش لفوق. ولكن بالنسبه للابيديورال انا مش مهم بالنسبه لي السبيسيفيك جرافيتي، مش مهم بالنسبه لي السبيسيفيك جرافيتي، لانه فكره ان هو يطلع ويعمل لي توتال سباينر ليس لايكلي يعني. تمام، وبالتالي لان نرجع تاني لنقطه الابيديورال هنا، ان هو ان انا بانجكته في الابيديورال سبيس، فبالتالي محتاج ايه لارجر دوزز اوف لوكال اناستيك، لان هو على بقى ما ينتشر ويعمل بقى ديفيوجن ويعمل لي بلوك للحته اللي انا عايزاها، فده محتاج دوزز اكبر غير السباينال.
غير الفاينل اللي هو اللي بحتاج فيه دوسس صغيره لان انا داخل على طول على السي اس اف، ما فيش اي نو تايم يعني، مفيش يعني وقت، مفيش يعني حاجه اضيعها يعني في ديفيوجن او كده. تمام. ولكن برضو لو فكرت فيها فهي دي نوعا ما حاجه خطيره بالنسبه للابيديورال، لان احنا دلوقتي بنقول ان الابيديورال ما بخرمش في الديوره وبدي فيه دوز عاليه. طب فرضا كده انا مش واخد بالي وخرمت الديوره ودخلت قلبت سباينال من غير ما اقصد، دي مصيبه، لان انا اولا اديكم شايفين شكل الكاتيتر عامل ازاي او شكل النيدل عامل ازاي، تبقى كده هتبقى طالعه لفوق وهبقى كاني بعمل له توتال سباينال بقصد، اللي هو اللي احنا الحاجه الدينجرس اللي هنتكلم عليها في الاخر دي، لان زي ما قلت انه الابيديورال الدوز بتاعته عاليه والباريسيتي بتاعته مش هايبر بارك ولا حاجه زي السباينال، فبالتالي بيطلع لفوق وبيعمل توتال سباينال بكل بساطه، لذلك ما فيش واحد فيهم ممتاز وروعه عن الثاني الابيديورال والسباينال، كل واحد فيهم ليه مميزاته وليه عيوبه وكل واحد فيهم ليه مخاطره، زي ما بنقول اهو الابيديورال لو خرمت الديوره خلاص شكرا كده البيشنت مات يعني، او مش مات يعني بس يعني دخل مني في كومبليكيشن انا كنت في غنى عنها يعني. بس ادي فكره بالنسبه بقى للسبريد بتاع اللوكال انستيزيا، انا عماله اقول لكم سبريد وده يطلع وده ينزل، طب الكلام ده بيعتمد على ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها مثلا وانا بدي سباينال انستيزيا عشان اقلل السبريد بتاعها واقلل احتماليه ان يحصل توتال سباينال او هاي سباينال؟ قال لك كذا حاجه. اول حاجه الباراسيتي زي ما احنا عمالين نحكي من الصبح ان هو يكون تقيل او خفيف، فتقيل يكون اتقل من السي اس اف فهيهبط لتحت وما يعمليش هاي سباينال، والكونسنتريشن بتاعت اللوكال انستيك والفوليوم اللي انا بانجكت يعني بدي، لو كونسنتريشن عاليه مثلا لا ممكن يعمل اكتر، لو الفوليوم عاليه ممكن ده يخليه ينتشر اكتر. الليفل اوف انجكشن برده مهم، السبيد اوف انجكشن مهمه جدا، يعني لو انا مثلا بدي الانجكشن بسرعه تخيلوا كده يعني هي حاجه بيور فيزيكس، يعني لو انا بدي حاجه بسرعه كده فاحتماليه ان هي تطلع يعني بوم كده في كل الاتجاهات بتبقى اكتر. تمام. البوزيشن اوف of the patient مهمة جدا بالذات بالنسبة للسباينال، يعني عشان امنع فكرة التوتال سباينال زي ما قلنا هو السباينال ده عايم في مية اللي هي السي اس اف، فبالتالي لو نام مثلا لو نام بعدها على طول مثلا بعد ما ياخد اللوكال انستيك على طول فالليفل بتاع الليفل بتاع البلوك بيعلى. تمام. في كده تأثيرة تانية لقيتها ان هي حسب properties في local anesthetics solution وحاجات characteristics في patient وحاجات في التكنيك، فبيقولك ان هو properties في local anesthetics زي ما قلنا الparasity والdose volume والpatient characteristics position والheight، برضو بيقول ان هو بيفرق في الدوز اللي بديها والsmall colon anatomy طبعا والcsf volume، وهنحكي عن القصه دي في الاخر. والتكنيك بالنسبه للتكنيك مهم برضو، بيقول لك ان هو ايه النيدل بيفل دايركشن او يعني اتجاه بتاع الفتحه بتاعه النيدل، انتوا عارفين الابره بيبقى فيها اتجاه هو اللي فيه فتحه الابره يعني، فلو ده لو انا مثلا بدي سباينال وخليت فتحه الابره دي لفوق فانا فكره ان انا اعمل توتال سباينال او هاي يعني هاي سباينال عالي البلوك بتبقى اكتر، فبالتالي انا بخلي البيفل لتحت عشان خاطر يزود فكره ان انا اهبط اللوكال انستيك اللي انا بديه. تمام. طيب دلوقتي يعني دي زي بريف كده مقارنه بين السباينال والابيديورال، فكره ان هو السباينال easier to perform. هتقولي ازاي easier؟ ايه يعني سهل في كده؟ انا حاسس يعني انا مثلا بالانستنكت بتاعتي كنت لا حاسه ان الابيديورال اسهل بالنسبه للانستيسيولوجيست يعني ان هو يعملها. بعد كده لا يعني سمعت يعني كده حاجه فبيقول لك ان هو ايه ليه easier to perform، لان انا ببقى عارف انا فين بالظبط، يعني في الابيديورال انت بتبقى you're never sure انت فين، لكن في السباينال لا انت انا ده انا فيه حسيت بحاجه بحته كده انا ضغطت فيها جامد، يبقى انا كده دي شكلها كده والله اعلم الديوره، لا مش متاكد، طب اسحب يا عم اسحب شويه هيطلع عليك سي اس اف، ما طلعش عليك سي اس اف يبقى انت خلاص مش لسه ما دخلتش لسه ما خرمتش الديوره فخلاص اطلع وجرب تاني، فاهمين الفكره؟ لكن الابيديورال ما فيش لاند مارك معينه تقول لك لا اقف هنا ما تكملش، ده انت لو كملت هتخرم الديوره وهتعمل هاي سباينال او توتال سباينال ما تكملش، لا ما فيش حاجه تقول لي كده في الابيديورال. وزي ما قلنا انه الابيديورال مصيبته في ان هو لو اتقلب سباينال لو من غير ما اقصد خرمت الديوره دي كده مشكله جدا كبيره جدا يعني، فبالتالي السباينال بالنسبه للدكتور التخدير اسهل في البرفورمانس بتاعه، لان انا ببقى نوعا ما في يعني فلاجز كده تقول لي انا فين دلوقتي او تاكد لي انا دلوقتي خرمت ديوره ولا ما خرمتهاش، وهو يعني ايا كان اسهل عموما. والدوز بتاعته زي ما قلنا
الدوز اللي محتاجها دوز بسيطه، تمام، اقل من التوكسيك اي في دوز، يعني دوز بسيطه خالص، دوز يعني بسيطه جدا، اقل حتى لو دخلت اي في، يعني اقل من فكره من الدوز اللي تعمل توكسيسيتي لو اديته اي في اللوكال انستاتيك ده، ف اي كلام يعني. فالدوز بتبقى بسيطه لان انا خايف من فكره الهاي سباينال او التوتال سباينال. ورابيد بلوك ليه؟ لان انا داخل على طول وسط السي اس اف، وفيري افكتيف، وفيري افكتيف كمان ان هو يعمل بين كيلينج او انالجيزيا بعد الاوبريشن. طيب اللوكال انستاتيك سولوشن بيكون هايبر بارك عشان عايزينه يهبط زي ما قلنا. البوزيشن اوف ذا بيشنت مهم جدا لانه لو نام او كده بسرعه بعد ما ياخد الانجكشن على طول ده بيزود ليفل البلوك اللي هو عمله، تمام. بالنسبه للابيديورال تكنيكلي مور ديفيكلت، علشان انا زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، عشان انا مش متاكد، ما عنديش حاجه تقول لي لا ده انت هنا مثلا في الابيديورال دونت بروسيد فيرذر، عشان لو يو بروسيد فيرذر هيتخرب بيتك وهتخرم الديوره وهتدخل بالدوز العاليه اللي انت بتستخدمها في الابيديورال. لذلك النقطه اللي بعدها انه اللوكال انستيك لارج فوليوم ودوزز، فعشان كده لو حصل من غير ما اقصد خرمت الديورة فكده انا عملت عليت البلوك وعملت توتال سباينال او هاي سباينال، تمام. البلوك عشان يبقى سيجنيفيكانت بيوصل من 10 ل 15 دقيقه، مش على طول، فاليد الايد قمصت، عشان هو على ما زي ما فهمنا ان هو على ما يدخل بقى ويعمل نفسه سبيس في البوتنشال سبيس دي ويبتدي يعمل ديفيوجن ده بياخد وقت. الافكتيفنس اوف بلوك كان بي فيريبل، بتفرق يعني هل حسب الدوز اللي انت مديها هل هي دوز كفايه ولا لا، تمام. فكره ان انا الحكره الكويسه اللي فيه ان انا استخدم كاثيتر عشان بتقلله فور كونتينوس انفيوجن او ريبيتد انجكشن لو هي عمليه مطوله او كده يعني. سايد افكت سلور اونست، والبوزيشن اوف ذا بيشنت مش مهمه قوي بالنسبه لي، والسبيسيفيك جرافيتي مش مهمه قوي بالنسبه لي، لان زي ما قلنا انا السبيسيفيك جرافيتي مهمه بالنسبه لي لو بقارنها مع السبيسيفيك جرافيتي بتاعت حاجه تانية زي بالنسبه للسباينال لو انا مش عايزاه يعلي اللوك يعني، تمام. طيب ايه بقى الكومبليشنز بتاعت السباينال؟ اول حاجه في اي تكنيك او اي حاجه او اي عمليه اول حاجه بنقولها فيلير اوف تكنيك. طيب ايه اللي ممكن يعني ليه ممكن يحصل فيلير اوف تكنيك؟ انا عادي يعني انت ممكن اصلا ما تبقاش فاهم انت داخل فين بالظبط او مش مستوعب الاناتومي قوي، وبدل ما تدخل جوه الديوره تروح مديه بره الديوره، فهو اصلا سلو دوز سمول دوز فما يديش قوي افكتيف لوك، ففي دايما بيبقى ايه الفيلير اوف تكنيك هاو يعني، تمام. بعد كده من الكومبليشنز المهمه جدا في السباينال اللي هي جزء الهايبوتنشن والبريدي كارديا. الهايبوتنشن والبريدي كارديا، طب ازاي بيحصل هايبوتنشن والبريدي كارديا؟ طيب بالراحه دلوقتي انا داخل جوه الديورال سبيس حواليا اللي هو السي اس اف، وعملت بلوك من اول النمبر. طيب احنا عارفين انه البوست جانجليونيك اوتونوميك فايبرز اللي هي اللي في اللمبر اريا، احنا عارفين ان السمباثاتيك ثراكو لمبر، فانا كده قفلت اللي هي البوست جانجليونيك اوتونوميك فايبرز دي، فبالتالي قفلت التاثير السمباثاتيك، فبالتالي قفلت الالفا ستيميليشن او يعني اللي هي اللي بتعمل فازو كونستريكشن، فبالتالي اللي حصل لي الفازو كونستريكشن قل، فالفينوس ريتيرن قل، فالكارديك اوتبوت قل، فحصل لي هايبوتنشن وبريدي كارديا، تمام. يبقى الهايبوتنشن وبريدي كارديا انا بعيد من فكره ان انا لما بدي سباينال انستيزيا بديها في اللي هو في الجزء اللي هو بعد نهايه السباينال كورد في اللمبر اريا، فبالتبعيه بقفل اللي هي الانمايلينيتد بوست جانجليونيك اوتونوميك فايبرز اللي هي بنقفل يعني السمباثيك، فبالتالي بيحصل لي هايبوتنشن وبريدي كارديا. بوست سباينال هيدك ده من اكتر يعني اشهر الكومبليكيشنز، تقريبا كان بيبقى في سؤال اللي هو most common complication او اكتر يعني complication الناس كلها هتشتكي بيها هي فكرة البوست سباينال هيدك. لو قرأتوا فيها هتلاقوا اوراق كتير تقول لك ان هو لا والله مش معروفة وليها يعني tendency ان هي ترن فاميليز ومعرفش ايه، بس هي فكرتها يعني التفسير المنطقي البسيط خالص ان انت لما تفقد سي اس اف فده بيخلي ان زي البرين السي اس اف اللي حواليه يعني البرين زي انه بيتقل او كده يعني، فبيحصل هو البوست سباينال هيدك ده عشان انت يعني بتعمل بانكشر في الديورة. طيب اللي عمالين نقول عليها من الصبح اللي هي الهاي سباينال او التوتال سباينال بلوك ده اللي هو الاكستنسيف سبريد اوف الانستاتيك لدرجه ان هو يطلع فوق ويقفل لي يروح على البرين ستيم ويقفل لي
الفيتال سنترز يعني اللي في البرين ستام ده اللي هو الهاي سباينال او توتال سباينال، ودي يعني كومبليكيشن مرعبه ومخيفه يعني بجد. تخيل يعني تبقى واحده داخله عادي عمليه يعني اي كلام وبعدين تطلع ميته علشان حاجه يعني عبيطه زي كده، could have been avoided يعني. persistent paresthesia او اللي هو الحاجه اللي معروفه برده كومبليشن معروفه اللي هي هيماتوما وانفكشن او سباينال كورد تروما which is unlikely يعني لو انت يعني took into consideration ان السباينال كورد بينتهي عند ما اعرفش كام وان المفروض اكيد بس اكيد الليدل بين ال3 اند 5 تمام. طيب دي بنزك complication للفاينل. complication للأبيديورال برضو في نفس فكرة failure of technique وhypotension، ولكن هنا بيقولك ان الhypotension والبيديكارديا ممكن يحصلوا بس بيبقى ليهم ايه gradual onset وبيكونوا على خفيف يعني. في حاجة اللي هي systemic toxicity وفي local anesthetic، بس دي لو يعني لو انا من غير ما اقصد بدل ما دخل في الأبيديورال دخلت في vein، لان زي ما احنا قلنا الابيديورال بتبقى التوكسيك دوز بتاعته عفوا الدوز بتاعه اللوكال اسيتك اللي بتضيع في الابيديورال بتكون كبيره، فبالتالي يعني لو دخلت بالغلط في انتروفينس في اي في يعني ممكن يحصل سيستميك توكسيسيتي من اللوكال اسيتك ده، او المصيبه الكبيره ان انا اخرم الديوره من غير ما اقصد اكسيدنتال سب اركنويد انجكشن كان ليد توتال سباينال انستيزيا ودس على طول. وطبعا بعد كده الكومبليكيشن بتاعت الكاثيتر ان هي ممكن تعمل ان هي يعني تتحرك فتتسد فتدخل في مش عارفه ايه يعني كومبليكيشن ليها علاقه بالكاثيتر، او طبعا تانتروديوس انفكشن لو انا المكان بتاعي مش نظيف، او سب اركنويد بليسمنت ان هي تتحرك من مكانها يعني تدخل لجوه، او طبعا الهيماتوما والانفكشن ابيديورال او سب اركنويد هيماتوما وانفكشن، دي اللي هي الكومبليكيشنز المعروفه يعني تمام. بعد كده في جزء تاني اللي هو يعني يعتبر موداليتي من الابيديورال اللي هو الكودل ابيديورال بلوك. ايه الكودل ابيديورال بلوك ده؟ ده تكنيك بستخدمه اكتر في الاطفال لما اجي اعمل يعني ابيديورال بلوك في البيدياتريك ايج. هي الدكتورة عندكم يعني اظن جايبه في سلايد او سلايدين يعني، بس هو لذيذ يعني، بس محتاج كم نقطة كده اناتوم تكون مفهومة وهتلاقوا الدنيا عادي بسيطة مفهومة خالص يعني. فبيقولك ان هو ايه الكودل سبيس دي عبارة عن ايه اصلا، دي اللي هي الابيديورال سبيس ولكن تحت واحنا في السكرال بورشن من السباينال كورد، لان احنا زي ما قلنا ان الابيديورال الديورال ساك بتنتهي فين؟ في الميدواي في السكرال كانال عند S2. طب والباقي؟ لا الباقي ده مفهوش ديورة. طب يعني هو انا مثلا لو ممكن لو طفل صغير انا جيت حقنت فيه تحت عند اللي هو عند في السيكرال يعني من تحت بعد انتهاء اللي هو جزء الديورال ساك كده كاني بعمل ابيديورا. هو انتوا لو فكرتوا فيها هي كده حرفيا كانها ابيديورا. تعالوا نرجع تاني كانها ابيديورا لوك. تعالوا كده نرجع تاني للصوره. يعني انا بدي الاناستيك اللوكال اناستيك هنا بدل ما كنت فوق بديه هنا قبل ما اخرم الديوره هديه هنا بس برضو فوق قبل الديوره بس تحت، فبالتالي هو بيبتدي ينتشر يعني قبل الديوره. طبعا انا ما بخرمش الديوره في الكود الابيديورال بلوك تمام. الصوره دي لذيذه خالص. فهو بيقول ايه ان هو ادي دي اللي هي اللون الموف اللي هنا ده كده ده دي كده الكانال السباينال كانال يعني، واللي لونه اخضر ده دي الابيديورال ساك اللي هي بتنتهي عند الاثنين زي ما احنا قلنا تمام ميدواي في السكرال كانال. طيب يعني الباقي ده ما انا ممكن في كده هنا حته ديفيشنت في الاناتومي كده ممكن ادخل فيها نيدل اللي هي الحته اللي هي فيها عند الجزء اللي من ورا في السكرال الاناتومي اللي هو بيبقى متغطي بالسيكروكوكسيديال ليجامنت ده انا ممكن اعمل له بيرسينج كده وادخل فيه اللوكال اناستيك، وبالتالي كده هيبقى كاني بالظبط عملت ابيديورال. ولكن الفكره في طب انا ليه اصلا بعمله؟ عشان زي ما احنا قلنا فوق انه في الاطفال السباينال كورد اصلا بيبقى بينتهي تحت شويه، فانا ببقى يعني مقلق طب هو انا كده هدخل فيه مش هدخل فيه، فبالتالي بالنسبه لي دي امن حاجه لان انا متاكد 100% ان هي ما فيهاش سباينال كورد وما فيهاش ديوره حتى ما فيهاش ديورال ساك قريبه منها. فبالتالي انا وسهله في الاناتومي يعني يدوب فيه هنا حته اصلا ديفيشنت في الاناتومي
نورمال يعني، وفي عليه ساكروكسيريال ليجمنت، يا دوب هدخل كده واخرم الساكروكسيريال ليجمنت ده واحطه وابقى كاني عملت بالظبط ايه ابيديورال انستيزيا. فهي يعني موداليتي من الموداليتي من الابيديورال انستيزيا. تمام. نرجع تاني نشوف الكلام المكتوب. هو هنا بيقول ايه انه الكود السبيس هي دي اللي هي السيكرال بورشن بتاع الابيديورال سبيس، عشان كده اسمها يعني كود الابيديورال بلوك. الكود الانستيزي دي انفولفز نيدل او كاتيتر بنتريشن اوف ذا سيكرو سيريال ليجمنت زي ما هو كان باين في الصوره قلنا، كفرنج السيكرال هايتس اللي هي الحته اللي هي الديفيشنت اللي هي اللي ما فيهاش البوستيريور ارش بتاع اس 5 زي ما كان باين يعني في الصوره. That is created by the unfused S4 و S5 lamina. The hiatus may be felt. طب انا دلوقتي اعرف منين المكان ده؟ لكن انا ممكن احسها may be felt as a groove او notch above the coccyx and between two bony prominences. يعني ايه؟ بحس زي انه حتة نازلة كده او حتة ما فيهاش عظم او notch فوق الcoccyx اللي هي اخر حتة اخر خالص عظمة في spinal cord وبين اتنين bony prominences. مين هما الاتنين bony prominences دول؟ اللي هما sacral cornea دول اللي هما دول كده. فانا بلاقي هنا دي حتة اللي هي الجروف او الحتة اللي توق او الحتة اللي نازلة تحت دي اللي هي السكر الهايتس اللي هي اللي فيها البوستيريور ارش بتاع اس 5 مش قاعد، اللي هي الحتة اللي فيها قلنا اس 4 واس 5 انفيوزد اللي فيها السكروكسيريال ليجمنت، وبيبقى على جنبينها الاثنين في اثنين بوني برومننس اللي هم السكر الكورنيو دول اللي هو ايه. انا كده خلاص انا كده عرفت ان انا في الاناتوميكال بوزيشن بتاع الحتة دي وخلاص بدخل على طول بالنيدل بتاعتي وبقى كأني عملت زي ما قلنا ايه موداليتي من الابيديورال. فهي يعني لطيفة يعني مهم قوي نعرف ان هي في البيدياتريك وان انا بقى عند اس 5 وفهمنا يعني كده ايه المين ايديا بتاعتها. طيب هنبتدي بقى نحط شوية طوب كده وهنبقى فاهمينه وبسيط خالص وهنقراه ومفهوم جدا يعني هتحسوا ان الدنيا بيسو تماما مفهومة. احنا ليه بنستخدم ريجنال انستيزيا اصلا؟ ان هي شيب والبيشنت بيكون يعني في بيشنت كتير هم اللي بيطلبوها فهاي بيشنت ساتسفاكشن وبوست وبتعمل بوست اوبريتيف انالجيزيا لفتره طويله يعني عدد ساعات بعد العمليه. لو الابيديورال بالذات يعني مثلا لو هي ست والده او بتولد او كده بعمل لها سيزيريان فهي بتاخد فتره بعد العمليه مش بحتاج اديها انالجيزيك لان انا يعني عارف ان هو ايه الابيديورال هيغطي الفتره دي. والايرواي بتكون بيتنت لان زي ما قلنا البيشنت بيبقى كونشس اصلا. والمصل ريلاكسيشن سيلكتيف مصل ريلاكسيشن لان هي بتاثر على الجزء اللي انا عامل عليه بلوك بس. والانسنس بتاعه الدي في تي والبلموناري امبوليزم بتبقى قليله علشان انا يعني الايرلي موبيلايزيشن بتاع البيشنت. ولكن اون ذا فليب سايد اوف ثينجز يعني عشان كل حاجات كويسه وحاجات وحشه فهي ايه الحاجات الوحشه بتاعتها؟ فكره التوكسيسيتي، فكره ان انا ممكن ادخل في هاي بلوك، فكره الهايبوتنشن لان انا بقفل السمباثيك، فكره انه في بعض البيشنت لا انا مش عايز اكون صاحي مثلا والعمليه دي بتتعمل انا بخاف مش عايز احس بالاحساس ده ما اعرفش ايه بخاف من العمليات. فكره ان انا محتاج انستيولوجيست وجروب كويس يكون بيعرف يعني سكيلفول يكون بيعرف يعمل التكنيكس دي. ان هو ايه ان انا مش هعرف not reliable for surgery اكتر من ساعتين يعني على او اعتقد ان هو بتتكلم عن السباينال اكتر من الابيديورال لان الابيديورال عادي استخدمها اخلي كاثتر وافضل introduce new doses يعني. طيب ايه البريباريشن او ايه الحاجات اللي انا بعملها قبل العمليه؟ فانا بعمل يعني ديتيلد بري اوبريتيف ايفالويشن واسسمنت اوف البيشنت واشرح له كويس قوي ايه اللي هيحصل وافهمه الموضوع واخد منه كونسنت والفاستنج طبعا واي في لاين انسرشن وستارت فلويد لود. مهمه جدا 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 الحته دي. ليه انا بستارت اي في بستارت فلويد لود وبحط اي في لاين انسرشن؟ عشان انا لسه قايله من شويه انه بيحصل هايبوتنشن فانا علشان اقلل الافكت بتاع الهايبوتنشن ده سيستميكلي على الجسم كله فانا لازم البيشنت بتاعي يتعلق له محاليل ويبقى عندي يعني اي في لاين. تمام دي مهمه جدا جدا وبرضه بيحبوها في الاسئله يعني. تمام لازم انشور اي سبسز اكيد عشان اتجنب الكومبليكيشنز. مونيتورنج شود بي از اكستنسيف از فور جنرال انستيزيا ولازم لازم لازم تاني لو انا مثلا تعالى نتخيل السيناريو ده لو انا مثلا من غير ما اقصد عملت توتال سباينال او هاي سباينال وانا بدي ابيديورال هعمل ايه؟ طيب لازم يبقى عندي على الترابيزه الثانيه كل الاكويبمنت بتاعت الجنرال انستيزيا والريسستيشن وابقى مستعد على طول ان انا اقلبه جنرال واطيبه واديله مصري ريلاكسنت واطيبه وخلاص
انه هعمل له ايه، ده بيموت مني اللي دخل في توتال سباينال ده، اللي انا لو واحده مثلا بتولد وانا هعمل لها ابيديورال، ولا من غير ما اقصد خرمت الديورال ودخلت سباينال بالهاي دوزز بتاعه الابيديورال دي، اعمل ايه؟ دي خلاص كده شويه وهتموت. فلازم على الترابيزه الثانيه يبقى عندي كل المعدات اللي تخليني اقلبه جنرال في ثانيه، عشان يعني اعمل له ريسستيشن واسيبه وانقذ حياه البيشنت ده. تمام. relative indications for regional anesthesia. دلوقتي هندخل في indications و contra indications، هما بسيط خالص يعني. relative indications للregional anesthesia، الregional anesthesia ان انا مثلا patient مش عايز انيمه general، خايف انيمه general، مثلا هو diabetic hypertensive، عنده systemic، مشكلة systemic يعني كبير في السن، مش هيستحمل ال complications بتاعت الجنرال anesthesia، فبالتالي بفضل ان انا اعمل له regional whatever بقى ايه، سواء neuroaxial او limb block زي ما احنا اتكلمنا. تمام. ده هو مثلا known difficult intubation، لو هو في severe respiratory distress او respiratory failure، فانا يعني مش عايز ادخله في قصص بقى ان انا هتيبه، طب احطه على فنت، طب ما اعرفش ايه، لا، فبيبقى احسن لي ان انا ادي regional anesthesia. patient specifically requesting regional anesthesia high quality post operative pain relief، زي ما احنا قلنا ان هو بعدها بفتره، بعد العمليه بفتره، بيكون البيشنت ايه مش محتاج اي انالجيزا تانية. كونترا انديكيشن ريجنال انستيزيا، في عندي ابسولوت وفي عندي ريلاتيف. الفرق بينهم ايه؟ انه الريلاتيف يعني ممكن مثلا تكون كونديشن اقدر اصلحها وبعدين اخليه مثلا اديله ريجنال انستيزيا، او يعني هي تبقى كونترا انديكيشن بس مش قوي. فايه الابسولوت؟ اللي هو الشخص لو عنده الكونديشن دي فلا، ده خلاص ما تجادلش اصلا. لو عنده انفكشن ات ذا سايت اوف انجكشن، يقينا مش محتاجه كلام دي يعني. البيشنت مش راضي، برضو مش محتاجه كلام. كواجيلوباثي او اي بليدنج دايفيسس، دي برضو مهمه، لان هو لو حد عنده كواجيلوباثي سهل، من السهل جدا ان هو يحصل له هيماتوما ات ذا سايت اوف انجكشن يعني، ودي بتبقى حاجه سخيفه يعني. فبنحاول نتجنبها، هيماتوما وكونتينيوس بليدنج يعني، مش هيماتوما وخلاص شكرا على كده. هيماتوما ممكن تحصل في شخص عادي وتعدي يعني، ولكن بتبقى في البيشنت ده اللي عنده كواجيلوباثي او بليدنج دايفيسس مشكله يعني. ده هو عنده سيفير هايبوفوليميا، طب انا ممكن اعمل له ريسوسيتيشن، عفوا ممكن اديله اي في فلويد يعني. طب لو مش هقدر اديه اي في فلويد، لا، ما تديلوش ريجنال انستيزيا. لو هو مثلا عنده هارت فيلير او كده، مش هعرف يعني اعمل له، هبقى خايف يعني من الفلويد اوفرلود. طيب لو هو عنده increased intracranial pressure، لا، دي برضو absolute contraindication. طب ليه absolute contraindication؟ عشان لو هو ال intracranial pressure ده زيادة نتيجة mass أو infection، فبالتالي يعني أنا هبقى سهل قوي أدخله في meningitis وأدخله في encephalitis و complications من نتيجة ال intracranial pressure. يعني فكرة increased intracranial pressure مش per se يعني مش مشكلتنا في ال intracranial pressure في حد ذاتها، على قد ما مشكلتنا في السبب العامل intracranial pressure، ان هو بنسبة كبيرة بيكون mass أو infection أو abscess أو كده مثلا. فبالتالي أنا ببقى خايف ان أنا أدخله في meningitis يعني، او ان انا اعمل سبريد للانفكشن اللي هو لوكالايزد في حته ده يعني، او ان انا يعني ادخل في حته فيها انكريد بريشر يعني. تمام. فكده الابسولوت اللي هم يقينا ما نتكلمش في الحوار ده تاني، الكواجيلوباثي، السيفير هايبوفوليميا، الانكريد انتراكرانيال بريشر، والانفكشن ات سايت اوف ايه اوف انجكشن، والبيشنت ريفيوزل طبعا. طب الريليتيف سيبسز، هتقولي طب ازاي سيبسز؟ يعني ما هو انت ممكن تظبطه يعني، السيبسز ده نوعا ما يعني ممكن تتعامل معاه شويه مؤقتا، تصلح له مثلا السبتك شوك مثلا اللي هو داخل فيها، تدي له فلويد، تدي له انتيبيوتيك اي في، وتدي له بعد كده الريجنال انستيزيا، عادي هتتظبط يعني. فهي مش ابسولوت كونترا انديشن، بس مش محبوبه قوي يعني. uncooperative patient عشان هيبقى صعب، محتاج skillful، محتاج يعني skill personnel يعني يعمل ال procedure. طيب لو هو عنده neurological deficit، لا برضو، دي myelinating lesion، لا برضو هبقى مقلق شوية يعني، مش هقفل الباب تماما، بس هبقى لا خايف مقلق. stenotic valvular heart lesion عشان ال الحاجات ال complications اللي بتحصل زي ال high potential مثلا او كده. فلو اصلا حد عنده left ventricular outflow obstruction، او لو عنده stenotic valvular heart lesion يعني مثلا هو ال outflow بتاع الهارت اصلا عنده قليل، او والدنيا عنده
سيستميكلي يعني مش احسن حاجه، ده اللي هو الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوبثي، ده اللي هو الشخص اللي هو الليفت سايد عنده من الهارت مش افيشنت يعني، فده هعمل له هايبوتنشن خلاص يعني انا كده دخلته في ممكن يدخل مني في برين اسكيميا يعني ونيرف ليجنز يعني. فبالتالي الشخص اللي عنده ستينوتيك فالفولار هارت ليجن او فنتريكولار اوت فلو اوبستراكشن ده ما ينفعش، لا ما ينفعش. طب ليه مش ابسولوت؟ اصلا انا برضو ممكن اتعامل معاه يعني، ممكن اتعامل شويه، ممكن اديله ازود له الفلويد، احطه اندر سيرفيلانس، اراقبه كويس، احطه على اي سي جي مونيتورنج لو هي العمليه ايرجنت قوي يعني مش هقدر اجلها. بس فممكن يعني ايه احط بعض الموداليتيز على الموضوع، ولكن اللي مفهومش كلام او والسي في برضو سباينال ديفورميتي من الريليتيف، لكن اللي مفهومش كلام خالص مفهومش اي مناقشه، اللي هم مين اللي هم الانفكشن ات سايت اوف انجكشن، اللي هم انه البيشنت وديش، اللي هم البليدنج دايثيسز والانكريز انتراكرينيال بريشر، دي برضو مهمه خالص، والسيفير هايبوفوليميا. طيب ايه الكومبليكيشنز بتاعه الريجنال انستيزيا؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تحصل عموما من الريجنال انستيزيا؟ فيلير اوف تكنيك زي ما قلنا، سيستميك دراج توكسيسيتي، ان انا لو دخلت الانجكشن بالغلط في انترفاسكولار، ودي خاصه بتحصل مع مين؟ مع الابيديورا، لان هو اللي الدوز بتاعته اعلى. بريفرال نيوروباثي، لو انا من غير ما اقصد دخلت في نيرف معين بدل ما ادخل مثلا حوالين السي اس اس بالنسبه للسباينال، لا دخلت في ليفل عالي شويه وخبطت السباينال كورد فعملت سباينال كورد انجري، لا عملت مثلا الريجن اسيتي دي في حد عنده كواجيلوباثي او بليدنج دايثيسز فعمل لي هيماتوما، او مثلا هو حد ما عندوش قوي بليدنج دايثيسز بس مثلا ها كده بيتلكك على ان هو يجي له بليدنج فجاله هيماتوما او بين ات انجكشن سايت، which is common على فكره يعني. هي والبوست سباينال هيدك يعني، هو دول تقريبا اشهر حاجتين، البوست سباينال هيدك اكتر حاجه، والهيماتوما والبينس انجكشن سايد خاصه مع السباينال. انفكشن ومنجايت وابيديورال ابسس لما بعمل البروسيجر او الاوبريشن في حته معفنه في مستشفى يعني مش احسن حاجه، او لو انا الايكوبمنت بتاعتي مش نظيفه يعني، فممكن ندخله في منجايت وابيديورال ابسس. هاي بلوك وتوتال سباينال انستيزيا اللي اتكلمنا عليهم تفصيلا يعني، فكره ان هو يحصل بلوك للبرين ستام ويحصل ريسبيراتوري ديبريشن، الكاردييك ارست نتيجه الافكتس اللي على يعني فكره اللي هو الهايبوتنشن اللي اتكلمنا فيها برضو، الهايبوتنشن والبريدي كارديا دي وتقليل الكاردييك اوتبوت، فده ممكن يدخلني في اريزميا وكاردييك ارست. يبقى دي كلها complications من الريجنال في العموم، حاجات منها epidural وحاجات spinal وحاجات تشمل الاثنين. يبقى بيكاب سريع كده التيك هوم مسج، ان انا عندي مش تيك هوم مسج على قد ما هي ايه الحاجات اللي هم يعني فعلا بيحبوها، وارهنكم لو جاي اي سؤال هيجي دول، اتوقع حتى ما انا فاكرة امتحاننا كان بنسبة كبيرة منهم، والدكتور ساعتها قال لنا نركز على كم نقطة دول، فهم كانوا فكرة ايه layers pierced وانا بدي الانجكشن، والسباينال كورد اناتومي كم سباينال نيرف، والسباينال كورد بي اند فين، والمفروض احط النيدل فين، والديورال ساك اخرها فين الجزء ده، والسباينال والابيديورال ادفانتجز وديس ادفانتجز، ومين فيهم الهايبربارك، ومين فيهم اللي مش مهم الباريستي فيه، ومين فيهم مهم البيشنت بوزيشن، ومين فيهم مش مهم فيه، ومين فيهم اللي المفروض طبعا فكره انه ريجنال ما بديش معاه مصر ريلاكسنت لانه مش محتاج، عكس الجنرال اللي بياخد بيبقى معاه مصر ريلاكسنت. فدي كلها حاجات ادفانتجز وديس ادفانتجز لكل واحد، وفكره ان هو مين فيهم اللي بيشتغل بسرعه ومين فيهم اللي بيطول. طبعا احنا عارفين ان اللي بيشتغل بسرعه هو السباينال لانه داخل يشتغل على طول حوالي السي اس اف، واللي بيطول هو الابيديورال، ومين فيهم الهايبربارك اللي هو السباينال، ومين فيهم البوزيشن بتاع البيشنت مهم اللي هو السباينال عشان اللوكال انستيك اللي انا بديه يهبط. فدي كلها كانت اغلب الاسئله اللي تيجي، بالاضافه لبعض اللي هو الابسولوت كونترا انديكيشن وانديكيشنز، في اللي هي الابسولوت كونترا انديكيشن قلنا اهم واحده فيهم اللي هي الانكريزد انترا كرينيال بريشر، وفكره السيفير هايبوفوليميا والكواجلوباثي. بس يعتبر دي اكتر حاجات بيحبوها. وتاني نرجع تاني لفكره اللايرز بيرست، قلنا بنبدا اول حاجه بمين؟ بنبدا اول حاجه اول ليجامنت بيرست اللي هو السوبرا سباينس اللي هو ده، وبعدين انتر سباينس، وبعدين ليجامنتوم فليفوم، وبعدين انا كده خلاص المفروض اقف كده لو انا هدي ابيديورال.
يبقى سكن سبكوتاني سوبر سباينس انتر سباينس ليجامنتوم فليفوم، وهقف هنا عشان كده في الابيديورال سبيس. لو انا ايه بدي ابيديورال، لا هكمل هخرج من الديوره وادخل هنا، يبقى انا كده ايه هدي سباينس. دي اللايرز بيرست. وشكرا ميديكوزس بنحبك. دي برضو مهمة وبيحبوها فكرة الاسبانيال كورد. اخره فين؟ قلنا اخره الواحد، وفي الاطفال اللي ثلاثة، في الاطفال اللي ثلاثة، والكورد اكوينة ممتدة من الاثنين لحد الاثنين. طب والديرال ساك اخرها فين؟ اخرها الاثنين. To keep the spinal cord not alive, keep the needle between L3 and 5. تمام؟ يبقى ما بين L3 L4 L4 L5. بس كده يعني هما الجزئيتين دول هما كانوا اهم حاجة اللي هو بيحبوهم بيحبوا يركزوا فيهم جدا، يعني layers pierced والadvantages والdisadvantages والabsolute contraindications. وفكرة ان انا بدي fluid و IV line قبل البروسيجر، وفكرة ان انا ببقى خايف من الهاي spinal في spinal anesthesia، ولكن في نفس الوقت spinal anesthesia بالنسبة لي اسهل easier to perform، وعكس الابيديورال اللي هي ببقى مرعوب جدا منها لحسن بغلطة تتقلب سوينال. وفي الحالة دي لازم في دقيقة يكون معايا معدات الجنرال انستيزيا ومعدات الريسستيشن عشان اقلبه جنرال وانقذ حياة البيشنت ده. احنا كده خلصنا. يعني اتمنى انا يعني حاولت على قد ما اقدر انا من خلال الحاجات اللي انا كنت بحسها صعبة وقت ما كنت بذاكر الموضوع ان انا يعني ابسطه قدر الامكان، وحاولت اجيب صور قدر الامكان يعني تكون اكسبرسيف وسهلة وواضحة وبسيطة وان شاء الله ميموربل يعني. فيعني بجد يا جماعة I wish you the best بجد. انتوا يعني دفعة ما شاء الله عليكم، وان شاء الله ربنا يكرمكم في الامتحانات يعني. فشكرا لو انتوا كملتوا لحد دلوقتي، واتمنى اتمنى اتمنى بجد تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.